يشوف البالون ما كانش يشوف. من الحاجه المليحه انه هذه الصور رغم انها صورت في بوسعاده وخدات يعني على مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت بسرعه البرق، وصلت الى اوندي ديلور. شاهدوا اوندي ديلور واش دار التويت تاعو الرسمي، دارها وقال لك يعني محرز شالونج ليفار لانسوسيونس جي موان دو اوندي ديلور، يعني صوره دارت لو بوز في بوسعاده قريبه لسيدي عيسى كما قلت انت. شباب الجزائريين عندهم حتى لي جون بارا الدراكو تاع الجزائر وين راه؟ صح صح هذيك ما شفتهاش صح. لا لا وانا عجبني ليه وراه قد يعني شو داروها بالذكاء والبراءة في نفس البراءة صح يعني والله برافو يعني صورة حتى حتى الهدف هذا تاع اشقائنا فرحوا معنا من في مصر في المغرب وايضا في تونس اللي كانوا يتمناوا الجزائر، واليوم وصلتني فيديو توري الهدف تاع محرز وهدف الانتصار كما قال حسين اشير الضربه القاضيه تاع محرز في موريتانيا. شاهد طارق العزيزي حتى في موريتانيا قلبوها صافي بليزير تشوف صح. قلنا انت وين شفت الماتش؟ ها وين شفت وحدي في الدار وحدك وكي ماركا البيت مع محرز والله حيت الصون باسكو كنت نشوف بما سيتي لا لا سيتي كنت نشوف بين سبور بين سبور اه وهما والجيران قدامين عندهم لافونس ما في الماتش تاع كوت ديفوار كيف كيف باش كالباك واش راه قال لك محرز دار تويت قالك انا ما فهمتش غير ماركيت البيت قالك غير ماركيت البيت درت لقيت مبولحي قدامي واش داروا التعليق الجزائري قالوا له مبولحي شاف البيت في الارضيه قالوا له شافوا في الارضيه وصل وصل تبدا ماش تاع الجزائري ما يطرقوا شوف نحيت كاع الصوت نقص وتسمع منها تسمع الغاشي وكي سمعت الغاشي صافي هكذا وغمضت عيني وريه وريه عاود وريه وريه ولي كيف هذا هكذا وغمضت عيني بعد كي فتحت سمعت الحس ومن بعد عاودي لو كان تشوف كيما قال الجزائريين لو كان تشوف لو كان تشوف ما نبيعش كان تشوف واش دارنا يسعد بوراح لي هنا في الباب في المحترف هنا شفناه في المباراه يسعد بوراح لي هذاك الاربيت ما عندي ما نقول لك عنده ماده عنده ماده شبعوا